هي انه خلال نفس الجوله التفقديه اللي اجراها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لمدينه المنصوره الجديده، قابل بنت زي القمر ياسمين فؤاد كشك وتحدث معها وطلبت منه انها تعزف قدام سيادته البيانو، وبالفعل لبى طلبها وعزفت ياسمين قدام سياده الرئيس البيانو. والحقيقه انه وقتها كمان وجه انه يكون في مسابقه لاكتشاف المواهب. احنا النهارده معانا ياسمين فؤاد كشك منورانا عشان نسمع منها بقى ونسمع كمان الموهبة المهمة اللي عند ياسمين. ياسمين نورانا في برنامج التاسعة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيكي. قوليلي بس قبل ما نبدأ بقى نسمع منك حاجة كده، لما عرفتي إن سيادة الرئيس هيكون موجود إزاي بقى تشجعتي؟ عارفة إحنا ساعات بنقعد نفكر في حاجات كده ونيجي وقت التنفيذ ما نقدرش نعملها. قوليلي وقتها أنت حسيتي بإيه اللي شجعك إن أنت تطلبي الطلب ده من سيادته؟ هي الأمنية دي عندي من زمان، يعني من فترة كبيرة فعلا. يعني انا كان نفسي اعزف قدام سيادته، بس بترتيب اللي هو يعني بقى في تجهيزات وكده وابقى عارفه يعني. اما جت الصدفه الجميله ديت، انا طبعا يعني انا يعني كنت نازله بمشغولات يدويه وكده، فما كانش في اللي هو فكره انت بتعملي مشغولات يدويه كمان. ده كان بيها كان في اللي هو افتتاح معرض المنصوره الجديده، فما يعني ما كنتش ايه عامله اعدادي خالص او كده لان هيبقى فيه عزفه او كده. بس الحمد لله كانت صدفه جميله قوي. طلبت الطلب طبعا من سيادته لان ده شرف كبير قوي ليا. بس الحمد لله. كان معاكي بقى ساعتها؟ لا، كان بيانو الفرقه الجميله اللي موجوده معانا النهارده. طيب هي قولي لي بقى، لما هو قال لك يلا اعزفي قدامي وعرفتي ان هو خلاص بيسمعك دلوقتي وخلاص دلوقتي بقى احنا مرتبين ولا كان في فرصه ان احنا نجهز وخلاص لازم تعزفي؟ تمام، اللي هو لا انا لازم اتعامل مع الموقف يعني. هو طبعا كان في توتر والبيانو طبعا مش عارفاه، يعني لما بيبقى البيانو مش بتاعي بيبقى يعني في اختلاف مثلا في بعض المسافات، بعض حاجات ما ببقاش متعود عليها. بس دي اللي هي التوتر اللي كان موجود، اللي هو بس اللي هو انا هعزف على بيانو مش بتاعي. بس فجات في بالي طبعا حاجه قريبه لقلبي قوي، كان ساعتها مقطوعه الفنان عمر خيرت اللي انا بحبه جدا واتمنى اقابله طبعا. فدي كانت على بالي يعني، كانت هي قريبه لقلبي قوي، فجت في لحظتها بقى اللي هو انا لازم اتصرف. لا وانت تصرفتي الحقيقه خير التصرف، وكمان احنا يعني نتمنى انه الفنان طبعا الموسيقار الكبير عمر خيرت يكون دلوقتي بيشوفنا ويسمع ان انت نفسك تقابليه وان شاء الله كمان يقابلك ويعني وتحتفلي بقى كمان. ياسمين الحقيقه انت عملتي يعني الناس كلها بتتكلم عن موهبتك وشافت ادائك وادائك المفاجئ اللي ما كانتش بترتب.